يوم أسود شهدته الأسواق الصينية هذا الاثنين عقب تراجع الأسهم بنسبة 8% مسجلة أكبر خسارة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2007. تدهور تسبب في ضياع مكاسب عام بأكمله وتراجع الأسواق الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات مع تزايد القلق بشأن الاقتصاد الصيني جراء رد فعل الأسواق العالمية. مؤشر بورصة شنغهاي المركب تراجع بنحو 8.5%. خسائر تضاف إلى هبوط المؤشر بقرابة 12% خلال تعاملات الأسبوع المنصرم. ومع هذا التراجع تصل الخسائر إلى قرابة 37% منذ منتصف يونيو حزيران المنصرم والهبوط الحاد الذي بدأ في شهر فبراير الماضي. أحدث الخسائر محت ما تبقى من مكاسب ضخمة حققتها السوق منذ بداية العام الجاري، وأدى التراجع الكبير في أسواق الصين لتدهور الأسواق الرئيسية في العالم. عموما أسواق الأسهم ليست وحدها من يولد شعور القلق، تقول هذه الخبيرة الاقتصادية. الجهود التي بذلت مؤخرا من أجل ترويج لليوان كعملة دولية عن طريق تغيير وضع إطار لهيكلة العملة أدى إلى تأثر الأسواق، ومن المرجح أن ترتفع نسبة تدفقات رأس المال كما كانت نتيجة في شهر يوليو الماضي. واستمرت عملية البيع المكثفة للأسهم هذا الاثنين على الرغم من محاولات بكين الأخيرة لبث طمأنينة بين المستثمرين.